من أكثر الحوادث اللي نشوفها في خلال شهر رمضان هي الحوادث المنزلية التي تقع في المطبخ، كون الأم تقضي ساعات طويلة في المطبخ. لذلك وجب علينا أن ننوه عن بعض النصائح اللي نوجهها لكل أم. النصيحة الأولى هو عدم السماح للأطفال في التواجد في المطبخ أثناء الطبخ. الانتباه للأدوات الحادة التي تكون بعيدة عن متناول الأطفال. عدم وضع الأواني الساخنة والسوائل على طرف الطاولة ووضعها في منتصف الطاولة بعيد عن متناولهم. مراقبة الأدوات أماكن الأدوات الكهربائية الحادة مثل الخلاط، والانتباه إلى سلامة الأسلاك الكهربائية وابتعادها عن مصدر المياه وابتعادها عن متناول الأطفال.